مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإماراتية برقية ثانية إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت لجلالته وتكللت بالنجاح بفضل الله تعالى، سائلا المولى جل وعلا أن ينعم على جلالته بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين لجلالة الملك محمد السادس. وفي نفس السياق بعث سلطان سلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق اليوم الاثنين رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد العملية التي أجراها أخيرا. وقالت وكالة الأنباء العمانية بعث السلطان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها. وأضافت الوكالة أعرب السلطان هيثم بن طارق في رسالته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لها، داعيا الله تعالى أن يمن على الملك محمد السادس بدوام الصحة والعافية ومديد العمر. وكانت وكالة الأنباء المغربية الرسمية ذكرت أن العملية أجريت الأحد في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل إزالة اضطراب على مستوى الإيقاع الأذيني للقلب بعد تسجيل عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد. وتابعت وكالة الأنباء المغربية تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي. جدير بالذكر أن الصحافة العالمية والعربية اهتمت بخبر إجراء العاهل المغربي العملية الجراحية فيما كان أجرى في فبراير 2018 في باريس عملية مماثلة كللت بالنجاح.